افرحي يا جلال هذه ليلتك مسرورة في خطبتك اليوم مالك مثالي واطمخي يا روح امك يا امورة ابوك عبد السلام لك ترى زرع وسنادي انت جلال اللي فطيب مذكورا يشهد الله نوم ستر سن احفادي يشهد الله نوم ستر حن احفادي هنوها لقبلت تمشي مغرورة في خطبة جلال ورشولها الكاذب وباسمها الترحيب بالقاف والصورة مرحبا يا ضيوفها جمع وافرادي مرحبا واعداد برق سطع نورة وعد ما يتبع سنة البرق راح عادي حي ضيف الحفل ومن شرف الدورة والفرح بحضوركم ما هو العادي يا هلا ودار جلال هذه ليلتك مسرورة اليوم في خطبتك مالك مثالي واطمخي يا روح امك يا امورة عبد السلام ابوك للدرى درع وسنادي والتهاني بعد بالقاف وبحورة لك يا جلال المترفة بنت الاجوادي الف مبروك فرحتك يا اسطورة الخطوبة اللي بها تبنس عادي فالخطوبة اللي بها تبنس والقصيدة عمرها مات في الأمورة لابدة جلال قولوا القبر بادي عبد السلام اللي بالأخلاق مشهورة ربها عسيت لزيزوم الأمجادي افرحي يا أمها وتبختري الليلة ما حد انت مالك يا بنت الأجوادي العبي وعيون الأخصام محصورة واطمخي بالبشت يا بنت الأجوادي زاهية بالوصف اليوم مالك مثالي واطمخي يا روح